مساء الخير متابعينا متابعي عين مصر، اهلا وسهلا بكم وبنرحب بكم في لايف جديد من داخل محافظه المنيا. زي ما انتم شايفين معانا النهارده قريه يعني الحوارته بيستغيثوا النهارده من الترعه اللي انتم شايفينها دي. الترعه دي يعني مهمه جدا ان هي بتودي على مقابر فريزر، يعني منطقه سياحيه داخل محافظه المنيا. السياح بيشوفوا المنظر ده وبيشوفوا يعني الاثار السلبيه اللي عندنا، والنهارده الاهالي بيشتكوا ان كمان الترعه بتطلع يعني حشرات وحيوانات، يعني جسامين حيوانات ميته داخل الترعه، كل ده بيضر الزرع كمان لان الترعه دي بتؤدي الى الزرع، بيسقوا منها الزرع فالميه بتاعتها ملوثه. هنشوف النهارده مع حضراتكم تفاصيل هذه الاستغاثه من اهالي قريه الحوارته التابعه لمركز المنيا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك حضرتك. عصام طنطاو محمد من قريه الحوارته. يا مرحبا الله يخليك. اللي بيحصل سعادتك ان دي ترعه ميه بتسجل جايه من النيل، المفروض انها جايه من النيل ميه صافيه ونظيفه. طبعا في بلاد بترمي كمامه وبترمي حاجات ميته وبترمي اي زباله عندهم، بتيجي بتتكوم هنا. الكوبري دوت مبني على الطريقه القديمه من حوالي بتاع 30 سنه او اكثر، فالكوبري اصبح غير صالح، عايز يتغير. بيكون الزباله والكمامه تحتيه. زي ما حضرتكم شايفين المنظر دوت، ده المعتاد عليه واكثر من كده تاني. فالسياح الاجانب بيعدوا من هنا من على الكوبري دوت بيروحوا مقابر فريزر. فده الكوبري الوحيد اللي هو بيودي لمقابر فريزر الاثريه اللي تحت الجبل بقريه الحوارته. بيعدوا الميه بتروح هناك بالزباله بتاعتها دي، بالحاجه الكمامه اللي احنا شايفينها قدامنا. تمام، الميه بتيجي محمله بالكمامه والزباله من على البلاد اللي قبلينا، من وقت ما الميه، من مكان ما الميه طلعت من النيل. طبعا بتتكون الزباله والكمامه كلها هنا والحاجات الميته بيرموها وبتاع كم ده وبتتكون هنا، بتعمل ريحه وحشه وبتعمل بتجيب امراض وحشه. بتسبب امراض وريحه وحشه وناموس وبعوض وحشرات، وفي تعابين، بنلاقي تعابين وبتاع، فمنظر غير ادمي ومنظر غير حضاري. احنا بنناشد الساده المسؤولين ان هم يشوفوا الكوبري دوت ويحاولوا يغيروه، يتبني بطريقه حديثه احسن من كده، افضل من كده، عشان ما يخزنش كمامه وزباله تحتيه، وما يبقاش المنظر دوت منظر غير ادمي وغير حضاري بالنسبه لكل البلاد اللي حوالينا وبالنسبه لمصر عامه، لان في سياح اجانب بيجوا من هنا وبيشوفوا المنظر دوت. ارحب بيك معانا النهارده. اهلا وسهلا. محمد سيد. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. حضرتك الترعه دي من جايه من ترعه السوادع، يعتبر من جبلي، يعتبر اسمها ترعه السوادع. في عبور بيدور من جبلي خالص، بيلم في ست بلاد بترمي الزباله كلها بالرمه بتاعتها المنظف فيها في كل حاجه، وزي ما تشوف حضرتك الواقعه دي يعني مش الاهالي هنا اللي لا، جايه كل في ست بلاد جبلينا تاني، كل ده بيرمي وبيجي هنا ويصد في الكوبري هنا. اول ما الميه تعلى، الميه دي في الاول كانت بالترعه دي الكوبري ده واطي خالص، المفروض ده عشان يتشال لازم يتنطط، بيلم التعابين في الليل ويلم العنوشه ويلم حاجه بتنزل من الجبل برضه بتاكل في الحاجه دي، ومعانا اطفال هنا برضه، البيوت كترت هنا، والكوبري ده لازم يعلم لما الميه بتعلى الوساخه دي بتصد في الكوبري لما واطي، لازم الكوبري ده يعلى برضه لهيئه الاثار برضه، عشان الناس اللي بتيجي الاجانب اللي بره بتروح ليه مقبره فليفر اللي هنا شارجينا يعتبر هي دي. الحاجات دي بتصب على هناك على طول كل ده. هم بيشوفوا بقى يعني الكوبري ده حضرتك يعني، واشتكينا كذا مره، والاطفال بتتعور برضه من الحاجه، من يعتبر حنوشه في الليل ويعتبر عقارب وكلاب وكل حاجه دي كلها بالاطفال كلها دي بتعاني منها في الليل برضه، كل ده بينزل من الجبل في الليل. في اي اصابات حصلت هنا؟ في اطفال صغيره برضه تعورت كذا مره، بالنسبه يعتبر الجبل قريب مننا احنا هنا برضه، والاطفال بتتعور ونخاف نطلع العيال في الليل برضه من الكوبري ده، سبب الكوبري ده كله. يعني هنا على طول بتلاقوا الحاجات السامه كلها؟ كل حاجه، الديابه بتنزل بالليل هنا، ديابه برضه بتنزل بالليل عشان المغزى، الرمه اما تترمي، الرمه بتترمي لمغزى بهيمه بطش اي حاجه، الناس لما ترمي الاهالي من جبل تيجي تركن هنا كده، والحاجه دي بتنزل من الجبل تاخد اكله وتتوكل على الله وتطلع لفوق على طول. بتيجوا على الريحه يعني؟ بتيجي على الريحه والوساخه اللي حضرتك شايفاها دلوقتي دي معانا حضرتك. محمد مصطفى. يعني هل الكوبري ده
الكوبري ده انتوا عايزين يعني هيتردم ولا هيحصل فيه؟ لا الكوبري ده احنا عايزين مستواه يترفع مثلا مش اقل من متر. لان عايزينه يعلى، عايزين الكوبري ده يعلى، لان زي ما انت شايفه كده حضرتك حاجز الزباله كلها. فطبعا ده اللي انت شايفاه حضرتك دلوقتي ده يعتبر مش حاجه، ده يعتبر 5% من الحاجات اللي بتركن هنا. يعني ممكن ده هم دلوقتي 10 متر 15 متر، فاوقات بتوصل ل 50 متر وال 100 متر لورا كمان. وفي رمم وفي زباله وحشرات بتطلع، وانا هنا يعتبر من اقرب الناس المتضررين. لان بيتي هنا قصاد الكوبري على طول. انت هنا جنب الكوبري؟ انا جنب الكوبري وجنب جنب القرف ده. وهنا زي ما حضرتك زي ما قلنا ده دي واجهه بلد. والكوبري ده الوحيد اللي بيودي المقابر فريزر تحت الجبل عندنا احنا، دي مقابر اثريه. فالسياح بيعدوا من هنا بيشموا الريحه دي، فده يعتبر منظر عام لمصر. المايه دي بتسقي منها الزرع ولا؟ المايه دي بنزل منها الزرع. زمان اقول لحضرتك الناس كانت بتشرب من المايه دي، بس بالوقت ما فيش حد يقدر ان هو ينزل فيها حتى. فاديك بص يعني حضرتك شايف المنظر، مش منظر. المايه دي جايه من نهر النيل. دي الترعة الرئيسية، ترعة السواد الرئيسية. دي كانت المفروض تيجي من مية النيل بنسقي بيها الزرع. بنسقي بيها الزرع. ده في الأول بقول لك المية دي الناس كانت بتتشطب فيها، الناس كانت بتشرب منها، بس بالوقت هذيك شايف حضرتك مش منظر غير آدمي خالص. أرحب بيك معايا حضرتك من الأهالي هنا القريب. أيوة من الأهالي البيت هنا. امسك ده. في إصابات حصلت هنا قريب من المكان؟ ايوه ميسره كل بالنسبه للبام اللي ميته وكل حاجه مرققه كلها هنا، كل حاجه ميته. والريح من اهل القريه ولا من القرى البعيد عنكم؟ من كله جاي عايم مع الميه، كله مركن هنا ما يصب هنا كله. والعالم ما تضعف والزرع برضه، واحنا ما ندور الشفافيط مش ما نقدر نستحمل الريحه. لا ما حدش اما يجي، ما حدش اما يجي خالص. ايوه ما حدش اما يجي، واديك شايف المنظر ده. يمكن لولا الميه خفت اللي ما نقول لولا الزباله قليله، ده اما توصل لاخر الدنيا. والبهايم والحيوانات والكلاب وكل حاجه ما تبقى مرقنه كلها. هل قدمتوا قبل كده شكاوي او استفسارات؟ على ولي على ولي، ومحد سال فينا في اي حاجه ولا اي حاجه. الترع كلها نطفت غرب البحر الا الترع دي. الترع دي كنا بنشرب منها. والله ما حد ما يسال فينا في حاجه، حتى بعتها بقيت عليه النعمه ما حد ما يبعث حل ترضي ربنا. كل ده ولا لزوم. الترعه دي الكوبري ده ما كان من مستوى عالي في الاول، مع وسختهم وما فيش بحث ولا في حد ما يسال فينا في اي حاجه. ما حدش بيجي خالص ولا اي حاجه، الترعه كلها غرب البحر كلها نطفت الا الترعه دي. الشكاوي وصلت لحد مجلس الوزراء. ولا حد سال فينا في اي حاجه. من على التليفون انا وعمامي وقال هنا بعتنا شكاوي لحد مجلس الوزراء، ولا حد رد باي حاجه، قالوا ردينا على مجلس المدينه. مجلس المدينه رد على رئيس مالوط ولا اي حاجه بت. ولا حصل اي حاجه ولا اي تغيير ولا اي حاجه ولا حاجه. هم 5% من اللي بيبقى الراجل ده صاحب بيت ده وهنا كده بيجيب ناس بالفلوس، وده كله ما يمشي ولا بتوع المجلس ما يسالوا ولا بتوع الراي ما يسالوا في اي حد. ادي هو في اكتر من مجلس الوزراء، في اكتر من مجلس الوزراء في مصر. يعني انتوا بقالكم قد ايه بتقدموا شكاوي؟ بقالنا بالظبط 5 شهور بنقدم في شكاوى. في اكتر من مجلس الوزراء في مصر. المنظر اللي احنا شايفينه ده بقاله قد ايه؟ المنظر اللي انت شايفينه ده حضرتك بقاله بالظبط ما فيش يوم. ادي له 6 سنين. 6 سنين هنا كده الزباله دي. ده يوم حضرتك دي بقالها يوم واحد بس. انما في اوقات بقول لحضرتك ده يعتبر 1% 1% من الزباله اللي بتتركن هنا. دي كده حاجه لا تذكر، كده يعتبر ما فيش. بالنسبه للي موجود ده بالوقت كده يعتبر ما فيش. يعتبر نظيف، يعتبر نظيف 100%. ده كانت الزباله دي لحد من قبل. ده يعتبر كده حضرتك واقفين على الكورنيش كده. ده بالنسبه اللي انت شايفاه ده بالوقت ده كورنيش. بالنسبه اللي كنا بنشوفه قبل كده. والله العظيم انما بقول لحضرتك في اوقات بتوصل ل 100 متر 150 متر زباله. طب الاطفال تعمل ايه؟ في الاطفال بيطلع لها حاجات كده في جسمها من الرمم ومن الزباله. في اوقات بيبقى في رمم منها بهايم ومواشي، الكلاب بتنزل تنهش فيها في الطرعه. بتطلع حاجات وبتطلع دود وقرف مش عارفين نعمل ايه. انت بتقول ان انت كنت اكتر واحد متضرر من القصه. من الريحه حضرتك. انا هنا بقعد 12 ساعه في اليوم. 12 ساعه. انا فاتح محل زيوت في الوش اهو. ماشي حضرتك، انا بقعد من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل هنا. فالريحه هنا مش قادرين نطيقها، والافاعي هنا بتطلع والتعابين هنا بتطلع علينا. وبعدين حضرتك احنا فين مقوله بيئه نظيفه تساوي حياه كريمه؟ فين البيئه النظيفه؟ قدمت شكاوي قبل كده؟ قدمنا كتير.
قدمنا كتير مفيش استجابه، مفيش استجابه. بييجوا ينضفوا الطرق يحوشوا اللي فيها يحطوه بره، بييجوا التانيين بيضغطوا الطرق ينضفوا الطريق ينزلهم في الميه تاني. التنظيف انا بقالي 7 سنين هنا. التنظيف اللي بيحكي عليه الاستاذ ده مرتين في السنه، ده بتاع الري. كل الري ليه تنظيف في الطرق مرتين في السنه. كل 6 اشهر مره. وبعدين هو حضرتك هو في سؤال، هو حد ينفع يشرب من الميه دي؟ لا. طيب ما احنا بنشرب منها في الزرع اهو، مش دي بتسقي الزرع؟ الزرع بيموت، الزرع بيموت والامراض يعني المنظر دوت. المنظر ده حضرتك ينفع ان الزرع يشرب منه؟ طب ما اكيد في امراض، اكيد هتنقل الزرع اللي احنا بناكله. الاطفال طبعا ما بيقدروش ينزلوها هنا في الشارع. الاطفال بص حضرتك، الاطفال الحشرات الطائره ودوت ودوت، يعني غير الحشرات اللي هي المتوحشه، في حشرات طائره احنا الاطفال بيخاف منها. ما بتنزلوش العيال هنا في المكان ده خالص؟ ما بينزلوش نهائي. انا حضرتك انا هنا اديلي 7 سنين في المكان دوت. بقالك 7 سنين في المكان، يعني هل المكان ده من 7 سنين كان نفس الكلام؟ نفس المكان ده حضرتك كده، المكان انا بسميه نضيف. نضيف يعني هو كده، يعني كده نضيف حضرتك اللي احنا شايفينه ده احسن حال. انت حضرتك بتصور كده، صور كده بالتليفون حضرتك، في التليفون انا دي رمم حيوانات. الرمم بتاعت الحيوانات سعادتك هنا بتيجي بتصد في الكوبري هنا اهو، الريحه في المنطقه هنا لا تطاق، لا اطفال ولا يعني بتوصل هنا عندكم رمم الحيوانات بتبقى عامه؟ كل الرمم اللي بتترمى حضرتك من قبل بتيجي هنا بتصد، هنا ما بنقدرش على الريحه. انا بقالي 7 سنين في المنطقه دي على نفس القصه، ولا مؤاخذه الكلاب والبتاع بتيجي بتاخد الرمم بره، بنضطر ان احنا نشيلها احنا. فين النظافه بتاعت المكان؟ بتضطروا ان انتوا بتشيلوها بنفسكم. فين نظافه المكان؟ ما حدش خالص من المسؤولين جه هنا ونظف المكان قبل حضرتك. هي مرتين في السنه بيجوا بيشيلوا حضرتك. بص انا عايز حضرتك تيجي وهم بيشيلوا المنظر، بيشيلوا الزباله، ما بيجيبوش عربيات هنا في المنطقه دي، ما بتجيش عربيات. لو حضرتك بصيت الناحيه الثانيه كده اهو هتلاقي مكان اثر الزباله اللي هم بيرموه. وبعدين هو الري مرتين في السنه تنظيف حشائش. الري مرتين في السنه تنظيف حشائش. تنظيف في اي قرعه على مستوى الجمهوريه الري في السنه، لان هو ينظف القرعه في السنه مرتين وتنظيف حشائش بس، مش زباله ولا الكلام ده كله. يعني هو بيجي بقول له ارفع الزباله يقول لك لا انا جاي تنظيف حشائش. ده الري. ده المفروض ان اللي هو بيقوله الري خط احمر في البلد. طب ما انت ما ده تبع الري ده. تبع ايه؟ ما ده تبع الري، وده تبع الهيئه الاثريه ولا تبع المحافظه ولا تبع ايه؟ ما تبع الري. حضرتك الاجانب هنا بيجوا بيسالوا على حمله فليزر. انا يعني يعتبر انا قاعد هنا اكتر واحد بيسالوني انا. ما بيبقوش طايقين الريحه وهم واقفين الاتوبيس بيعدوا من هنا من الكوبري ده سعادتك، بيخشوا كده مغرب مشرق ماشي، ما بيبقوش طايقين الريحه وهم واقفين بيسالوني فين حمله فليزر؟ فين المقابر الاثريه اللي هنا؟ ما بقوش طايقين الريحه. يعني بس مش انتوا بس اللي بتتضروا، السياحه كمان بتتضر، والاطفال بتتضر، والكبار بتتضر، والزرع بيتضر، وكل هنا كل المنطقه بتتضر من الطرعه دي. احنا عايزين حل، عايزين حل فعلي. بتشربوا من البدايه، في البدايه بتشربوا من الميه دي عادي، كانت نظيفه في الاول. ما حدش بيشرب من الميه ده حضرتك، ده الزرع هو اللي بيشرب منها هنا بس. هنا الزرع كانت ميه نظيفه عن كده زمان. زمان ده زمان. زمان 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 على ايام الجنود فعلا كانت ميه نظيفه. دلوقتي خلاص بقى يعني مش بس مش من اهل القريه، يعني القمامه اللي بتترمي دي مش من اهل البلد يعني. لا حضرتك هنا بص حضرتك هنا ما فيش هنا الا بيتين وادي بيت، ما حدش بيرمي الزباله. حضرتك الرمم جايه من جبلي، من البلاد اللي جاب لينا. مفيش لا هنا بيوت ولا هنا بيوت. بتيجي وتتخزن هنا عندكم؟ هي الحاجات الزباله بتيجي وتتخزن. حضرتك بص كده على الترعه، بص على المنظر كده، شايفه الزباله جايه ازاي؟ ولو حضرتك مشيتي من قبل شويه كده اهو هتشوف الزباله وهي جايه علينا. هنا الكوبري حاجز، الكوبري حاجز، شايفه حضرتك؟ شايفه منسوب الميه بين الكوبري ما بين بيحجز الزباله كلها هنا بين الكوبري ما بين الميه، ما فيش ان منطقه الزباله تعدي. انا بشكر حضرتك جدا. استنى لحظه اعزائي المتابعين، يعني تابعنا معاكم النهارده من استغاثه اهالي قريه الحوارته. النهارده زي ما انتم شايفين الترعه دي جايه من القرى الاخرى، يعني كانت في الاول دي ميه النيل اللي انتم شايفينها،
دي ميه نيل، والزباله او القمامه بتيجي من القرى المجاوره وبتتخزن هنا. زي ما انتم شايفين الكوبري هنا بيخزن الميه، بيخزن القمامه هنا في المكان ده، وبتفضل هنا يعني بقالهم سنين على هذا الحال، الريحه والقمامه ورمم الحيوانات الميته والاطفال طبعا اللي بيصابوا دايما هنا ب يعني الحيوانات السامه هنا موجوده، الثعابين وغيرها من العقارب والحيوانات السامه، الحشرات السامه كلها موجوده بتطلع من هنا على الاطفال، يعني بيستغيثوا كمان الميه دي بيسقوا منها الزرع، يعني الزرع بيموت والاطفال بتتضر والاهالي كمان من الريحه والحيوانات السامه اللي بتطلع من المكان مضرورين منها. يعني تابعنا معاكم النهارده من خلال هذه الاستغاثه، والنهارده يعني اهل القريه بيقولوا يعني عايزين حل، عايزين حل من المسؤولين، ودي استغاثه عاجله الى محافظ المنيا اللواء عماد الكدواني ان هم يشوف لهم حل في هذه يعني المشكله اللي هم فيها وهذه الاستغاثه. زي ما انتم شايفين المنظر يعني شيء لا يطاق، اهالي المكان كلهم الاسر وكمان الناس اللي فاتحه محلات في المكان، كل الاهالي هنا مضرورين، مش بس كده كمان السياحه بتتضر، لان يعني السياح بيجوا هنا لمقابر فريزر، لزياره مقابر فريزر، فبيشوفوا المناظر اللي احنا شايفينها امامكم، وده طبعا ضرر كبير للسياحه. انا كنت معاكم من خلال هذه الاستغاثه من هنا من اهالي من قريه الحوارته تابعه لمركز المنيا، وكنا معاكم من موقع عين مصر. شكرا والى اللقاء.